تسأل عن امرأة مسنة كبيرة عندها شلل، وأنها تتكلم في الصلاة وتقول نلبسها حفاظة من صباح المغرب، هل عليها حرج؟ نقول لا، واجب على أهلها ومن يعولها أو تكون أو يكون يكون تحت رعايتها أن يذكروها بالصلاة في وقت الصلاة. فإن ذكرت سواء في وقت الظهر أو وقت العصر الصلاة واستجمعت لذلك ينظفونها فتصلي الظهر والعصر ولو جمعا تقديما أو تأخيرا، كذلك المغرب والعشاء. يجوز للمسنة هذه والمريضة أن تجمع، تقدم أو تؤخر المغرب والعشاء، فبقي فقط الفجر. فيمكن مرتين في اليوم والليلة يستحملون يغيرون لها الحفاظة ويوضئونها إن قدرت، وإلا يممونها بالتراب إن لم يقدروا. المرة الأولى في آخر العشية فتصلي الظهر والعصر، تنتظر قليل يأذن المغرب، تصلي المغرب والعشاء انتهى. المرة الثانية في وقت الفجر، من أجل أن الصلاة ما تسقط عن من كان عقله فيه، ما دام عاقل فيه بأي قدرة يصلي ولو بالإيمة براسه إن لم يقدر على الركوع والسجود، فلا يجوز تركها لمن عقل. والصلاة عماد الدين، ومن أخر فريضة عن وقتها كتب اسمه على باب النار والعياذ بالله تعالى. في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فسرها النبي بتأخيرها عن وقتها. فإذا كان تأخير الصلاة عن وقتها سهو يوجب الويل، فكيف بترك الصلاة من أصلها؟ فبارك الله في القائمين على مثل هذه المرأة. ويجب أن نعد أن مثل وجود هذه المرأة العجوز عندنا رحمة من رحمة الله علينا، بخدمتها نؤدي مهمة كبيرة في الحياة ونقرب إلى الله تبارك وتعالى.